السيد بن شكرا جنين كثير. الريكاني، شلون تشوفين أداءه في حكومة السيد السوداني؟ الكل يتحدث عن أن هذه الحكومة فيها أداء خدمي متصاعد مختلف عن الفترات الماضية، خلينا نسألك عن أداءه كسلطة رقابية. أولا هو ك يعني هذا الأداء إذا كان أكو شيء جيد في أداء، لولا دعم سيد السوداني ما راح يقدر هو يكون أداء جيد، لأن ما يقدر يسوي شيء. ثاني شيء يعني هذا واجبه، يعني ما أعرف إنه ليش لازم واحد يمجد شخص هو يقوم بواجبه، يعني هذا واجبه أقل من واجبه دي يسوي هو، ما دي يسوي شيء معجزه. يعني مثلا ما سوى لي جسر مثل جسر الصين اللي شو اسمه، يعني مسوي لي مجسرات صغيره يعني، واقل من واجبه حتى. تحدثون يعني عن ثورة إعمار الآن، ما يخالف، تحول في بغداد. تدري ليش؟ أي. لان كل الحكومات ما مشتغله شيء، فالمواطن من يشوف هذا يفرح يقول اكو بوادر راح تصير شغل. يعني يعني ما اقدر اقول انه هذه الحكومه ما مشتغله وما مسويه، يعني لان ما اكون منصفه، لكن اللي دي يسوي انه شيء قليل، لكن ليش بارز والناس تشوفه؟ لان اساسا اذا نقارن هاي الحكومه بالحكومات السابقه، هاي الحكومه يعني صاحبه انجازات، لان كل هاي المشاريع هي مشاريع متلكئه اللي هم ما قدروا يسووها. هذه المشاريع هي كلها موجوده. يعني اتذكر في زمن سيد العبادي مره كنا نسوي الجرد للمشاريع مشاريع الموجوده، اكثر من 1000 وما ادري ايش كم مشروع كان معطل. معطل، واكو قسم من كبير من عندهم ماخذين فلوس لانجاز هذه المشاريع، والفلوس رايحه والمشاريع ما موجوده. فبالتالي هم اليوم اجوا يكملون هذه المشاريع المعطله، يعني لحد الان ما لحقوا هم يسوون مشاريع كبيره مثلا. مع هذا انه الناس تشوف انه هذه الحكومه تشتغل، وهذا ذكاء الحكومه بصراحه. كتقييم لأدائه، يعني انطي 4 من 10. 4 من 10؟ يعني ما عبرتي العتبه. ما يعبر. علو سيرس عن وزراء اخرين شلون؟ ما يعبر، لان انا بصراحه انا ما اشوف. يعني اتذكر من كنا قبل 2003 مثلا، من كان اكو شيء نتحدث به بالصحيفه، نقول انه تم اليوم انجاز فلان شيء، زين كنا نسال نقول لا عاد هو اذا ما يروح ينجز يشتغل على شنو وزير وقاعد؟ يعني بذاك الزمن احنا أي. كنا نفكر هيجي، يعني هو صار وزير بهذا المكان مهمته انه ينجز، ما ينجز هذا فاشل ولازم نتحدث به ونجيب نقاط فشل. هو جاي ينجز لولا يعني هذا الانجاز مو بمستوى الطموح مو بصراحه، مستوى مو بمستوى الطموح. يعني اذا واحد يجي يتحدث اكو كثير من الخلل، واكو هدر للمال في هذه المشاريع. لا لا، هذه اكو خلت وقف. مشاريع، هذه المشاريع اللي جاي تصير الان بها هدر للمال؟ طبعا اكو هدر. اتحدث مع عضو لجنه نزاهه. لا لا، اكو هدر للمال. وثاني شيء اكو شركات، هي شركات تافهه، يعني نعطيهم شغل شغل كبير واموال كبيره. شركات مصريه كوريه يعني ما صينيه مصريه كوريه، بس الشركات مثلا هذا الدانوب شنو؟ كل مشاريع بغداد دانوب بياخذها، يعني ليش؟ شنو السر؟ دورتوا بحثتوا؟ في صدد، يعني احنا بدنا نبحث. و مثلا هذا الموضوع ال 9 مليار اللي تحدثوا عنه وكذا، مكاتب مكاتب هذا بعد ما واضح؟ بعد ما واضح شو وقت يتضح؟ احنا المفروض الان في فترة ما راح يتضح. ليش ما خلاص راح انتهى؟ انتهى منو نهى؟ هم انه هو اللي انه هو بطريقتهم لو هو توقف. شوف انت لما تكون يعني بصور الاسبوع القادم هو مدير الطرق والجسور راح يكون في لجنة النزاهة، وبالتأكيد راح نفتح هذا الموضوع معه. لكن اللي اخذوا الذولة اللي كان معهم الاموال وهذه المبالغ ما ينطون، احنا دازين ارسلنا كتب رسمية لحد الان ما اجانا الرد. يعني